اطار الجولات اللي كتنظمها جريده اصوات واللي كتسهر عليها ليل نهار في مواكبه العمل النسوي داخل تراب المملكه. فاحنا اليوم حطينا الرحال بجامعه عين شقف مع الاستاذه المتميزه الخدومه نهاد صافي. خليكم معنا. بداية أرحب بجريدة أصوات في مقر جماعة عين شقف، وأهنئ هذا الطاقم النسوي الذي فعلا يعبر عن عمل المرأة وعلى الشباب، وأيضا بالأخ ربيع. مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا. نهاد صافي، بداية أنا أستاذة مربية أجيال لمدة تزيد عن 27 سنة، خريجة جامعة سيد محمد بن عبد الله شعبة الدراسات الإسلامية، ولجت عالم السياسة والمجتمع المدني في سنة 2005. بالنسبة رأيت على أن العمل الجمعوي لا يمكن أن يؤدي يعني إسماع صوت المرأة أكثر من أن تكون المرأة ممثلة ومنخرطة في العمل السياسي، لأن العمل السياسي يؤدي إلى بلوغ مركز القرار. وبالتالي فانخرطت أول حزب انخرطت فيه هو حزب الحركة الشعبية اللي كانت واجد به الآن، واللي اضطرجت في هياكله بدءا كوني منخرطة، كوني عضوة بمكتب محلي، كوني رئيسة مكتب محلي للحزب بمقاطعة زواغة بن سودا، كوني رئيسة القطاع النسائي فرع فاس بمدينة فاس ما بين 2011 و2014، إلى أن ولجت يعني المكتب الوطني مكتب تنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، ثم عضوة بالمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية لثلاث ولايات، الآن الولاية الرابعة. بطبيعة الحال العمل السياسي في حزب الحركة الشعبية نعتبر أنفسنا كأسرة، وبالتالي لا تحس على أنك غريب وعلى أنك يعني لا تستطيع أن تتأقلم مع الأسرة الحركية. بالعكس، وجدنا فيها ترحاب، وجدنا فيها أمين عام يحتضن الجميع، مدرسة حركية بامتياز تدافع عن مبادئنا، لأن وإن كان مسقط رأسي مدينة فاس ولكن انتمائي لإقليم مولاي يعقوب، انتماء الأجداد، انتماء الآباء، وبالتالي فالعمل مع النساء القرويات مع النهوض بهذه الأوضاع التي بطبيعة الحال المرأة القروية مهضومة الحقوق في الكثير من الأمور، وبالتالي تلزم واحد الجيل الذي من شأنه أن يدافع عن أولويات النساء. اليوم أنا كمستشارة، وقبل ذلك أنا نائبة الأمين الجهوي لحزب الحركة الشعبية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس، وبالتالي المسار السياسي ديالي وصلت لهذا التموقع في هياكل الحزب اللي هو ديمقراطي وبشكل نزيه، واللي أعطاني كمستشارة اليوم في هذه الجماعة اللي انتم فيها، اللي كندير رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية، وهذه لجنة ماشي سهلة باش ياخذها اي واحد، واللي اعطتني واحد يعني كما كنقولوا خلاتني نعطي واحد البصمة إضافية في التكوين ديال المدرسة الحركية داخل هذا المجلس اللي كيتكون من 35 عضو بداخله. 35 عضو ماشي سهل باش تكون معها نساء، 6 ديال النساء ضمن هاد الأعضاء هادو. وبالتالي إذا اسمحي لي غادي نقاطعك، إلا انطلقنا من هذا المنطلق ديال أنك مستشارة جماعية بجماعة عين شقف، فاحنا كيف ما كنعرفوا الجماعات كيحققوا أهداف وإنجازات، ولكن في نفس الوقت كيعرفوا عراقيل وصعوبات، تقدري تحدثينا عليهم شوية؟ يمكن لي اولا نوضعكم في صوره، جماعه عين شقف هي اكبر جماعه بالاقليم، اقليم مولاي يعقوب، الساكنه ديالها تتوصل حتى ما يزيد عن 65000 نسمه، الشساعه ديالها 37 دوار اغلبها يعني فيها ضواوير، 37 دوار، جوج المراكز الحضاريه، مركز راس الماء ومركز الجماعه ديال عين شقف الاندلس اللي حنا على التراب ديالها الان. الجماعة بطبيعة الحال هذه الشساعة وهذه الكثافة السكانية والطبع ديالها القروي السائد أنذاك، يعني صعب أنك تحقق جميع المنجزات، وبالتالي فالتواصل ديالنا مع الساكنة
إشراكها في برنامج عمل الجماعة، وهذا هو اللي كان عن طريق يعني في بداية 2016 من اللي تقر على أن كل جماعة ينبغي أن تكون أن يكون لها برنامج عمل جماعي فيه مشاريع، هذه المشاريع التي يشارك فيها المجتمع المدني، تشارك فيها الساكنة ككل. والحمد لله هذا برنامج العمل كجماعة عين شقيق حنا ما عطيناهش لبيغودي تيب اللي غادي يجي ويقضي، حنا كمستشارين اللي قمنا بهذه الدراسة وبهذا الإنجاز تحديد الأولويات ديال الجماعة، وكذلك إنزال مشاريع اللي تستجيب لتطلعات الساكنة خاصة النساء والشباب. بالفعل صعب أنك تحقق جميع التطلعات، صعب أنك تنزل واحد البرنامج اللي فيه شراكات مع مصالح خارجية مع مؤسسات خارجية قد تلتزم وقد لا تلتزم، وبالتالي ما هو كان من المشاريع الذاتية للجامعة واللي كتخص يعني سياسة القرب من المواطن فيما يتعلق بالكهرباء بمثلا الطرق المسالك إلى غيرها، الحمد لله تم إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية بالجماعة. كان هناك اللي كنعطي أنا أنتم كجريدة بغيت نقربكم منه أكثر، هو أن المرأة القروية بجماعة عين شقيق لها واحد الكفاءة ولها واحد الاستعداد للانخراط في تنمية الجماعة، وخصها فقط ليأخذ من بيدها واللي يعني يكونها واللي أطرها، وهذا هو الهدف من العمل السياسي. وحتى من كون أننا داخل المجلس كأعضاء لعبت واحد دور كبير مع النساء، لأن الهدف ديالي كامرأة أدافع عن النساء خاصة عن قضايا النساء القرويات، فكان أول فعل هو أن أشرك المرأة القروية في القرار ديال اللي كناخذوه في الجماعة. كيف؟ أولا كان هناك إعلان عن دورات المجلس، دورات المجلس سابقا لم تكن تحضرها النساء، لكن اللي حاولنا صفحنا الأرشيف ديال الدورات ديال هذه الولاية 2015 2021 الآن، فغتوجد على أن النساء الحمد لله صبحوا أنهم كيدخلوا معنا الدورات، كيتابعوا معنا الدورات، وهذا راه صعيب جدا في جماعة قروية عقلية ذكورية ثقافة تقاليد إلى غير ذلك. الجميل جدا هو أننا خلينا النساء أنهم يشاركوا في التنمية ديال الدوار ديالهم في الأقاليم ديالهم عن طريق مثلا تخلقات جمعية، النقل المدرسي اللي هي كلها نسائية، هذا شيء جميل، هذا بالطبع تتكون عنده واحد البصمة، تكون واحد الإنجاز، لأن تصير شأن المحلي ليس بالهين وليس باليسير، وتنزيل جميع المشاريع اللي احنا كنا كنشوفوا على أنها غتنزل أيضا وحنا اللي نزلناها أيضا راه كانت في نظرنا جميلة جدا، ولكن بالطبع كاين هناك صعوبات، كاين هناك عراقيل. هاد العراقيل تتمثل في كوننا يعني بكل صدق، ولو أنني في الجماعة ولو أنني في الأغلبية ولو أنني رئيسة لجنة المالية، إلا أن المشاريع يعني أغلب المشاريع لم يتم تنزيلها في وقتها في الوقت المحدد الذي هو ضمن يعني مؤرخ في برنامج جدول برنامج عمل الجماعة. هذا كاين إشكال. هذا الإشكال أولا يرجع بالأساس إلى أن بلادنا أصبحت تعرف واحد التحول، لا على مستوى تسير الجماعات، لا على مستوى المصالح ديال الجماعات، لا على مستوى المصالح الخارجية، لا من سلطات محلية، لا من مثلا التريزورية فيما يتعلق بالصفقات، لا فيما يتعلق بمنظومة اللي هي تؤدي إلى تسير شأن محلي بكاملها. إذا حاولنا نجزنا واحد إنجازات مهمة جدا، لعبنا أيضا دور كبير في التوعية ديال المواطن وفي تقريبه من كيفية تسير شأن المحلي، هذا في طبعه راه إنجاز، لأننا اليوم إحنا كأعضاء رحنا كنشوفوا على أننا بغينا شباب من المنطقة يعني يكون شريك في المرحلة المقبلة إن شاء الله في تسيير ديال الشأن المحلي، حتى يكون المرأة والشباب والرجال ونقطعوا القطيعة مع الوراثة في المجالس أو في يعني المقاعد. أستاذة، واش نقدروا نقولوا بلي المجلس الوطني لمنظمة النساء الحركيات كانت عنده بصمة وحتى هو دافع باش أنكم تحققوا هذه الإنجازات وتخطوا الصعوبات؟ اليوم جيتيني منظمة النساء الحركيات، منظمة النساء الحركيات
طيله تجديد المكتب ديالها في 2019 المؤتمر الرابع، واللي صفر على النتيجه ديال فوز او انتخاب الاخت نساء بوشارب، اللي اليوم احنا كنتشرفوا بها كنساء حركيات كونها وزيره على وزيره اعداد التراب الوطني والاسكان والسياسه في المدينه. هذا قبل ما تكون وزيره حطينا برنامج عمل، برنامج عمل يتماشى اولا مع ايديولوجيه الحزب، واللي الحزب بفضل الامين العام ديالو الداعم لمقترحات النساء ولقضايا المراه، بفضل المكتب السياسي ككل اللي يعني دائما ينوه بعمل المراه بتوجهات وبكل يعني ما تقوم به منظمه النساء الحركيات. في 5 اكتوبر 2019 كان انتخابي كرئيسه للمجلس الوطني لمنظمه النساء الحركيات، ومعايا مجموعه ديال النساء اللي كيكونوا يعني لائحه اللي كتكون المكتب التنفيذي. الحمد لله رعينا فيها الجهويه، رعينا فيها ايضا هناك مستشارات، هناك تبارك الله كاين نساء كفاءات، اساتذه، كاين مقاولات، كاين هناك يعني مزيج اللي كنحاولوا اننا من خلال هذا المكتب، من خلال هذا البرنامج، من خلال قانون الاساسي اللي كتنظموا المنظمه على اننا ننزلوا هاد الاهداف. الحمد لله توصلنا بشكل كبير تقريبا لواحد 80% من الاهداف ديال البرنامج اللي نزلناه. احنا ما عرفناش، احنا ما جلسناش، احنا قسنا 12 جهه في ظل جائحه كورونا، كان هناك تواصل مباشر حضوري، ومن بعد كانت عندنا هناك لقاءات عن طريق التفاعل، منصه التفاعليه عن طريق التناظر المرئي، واللي قصنا به جميع الجهات في اطار دورات تكوينيه تمكين النساء من يعني تقويه قدراتهن في العمل السياسي. اننا كنحاولوا اننا يعني نخلقوا داك الجيل اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديال السير الشأن المحلي، واللي غادي يكون يجعل المراه انها فاعل داخل المجالس وليست مؤتته للمشهد داخل المجلس. الخطوه هذه اللي تكلمت عليها خلال الجائحه، واش نقدروا نخليوها فقط في المجلس الوطني للمنظمة النساء الحركيات، ولا نقدروا نسقطوها على الحزب حتى هو دار انجازات وحتى هو كانت عنده خطوات ثابته خلال الجائحه؟ الجائحه عرفتها بلادنا بطبيعه الحال كباقي دول العالم، ولكن التميز اللي صنعته البلاد ديالنا هي ان المغرب كان نموذج، ونموذج ناجح لا على مستوى شمال افريقيا، لا على مستوى المغرب العربي، ولا على مستوى حتى مع الدول المتقدمه. فكانت هذه الجائحه اللي خلقت ذاك التضامن اللي كيعرفوه المغاربه، واللي تاصلوا عليه المغاربه، واللي الثقافه ديالنا كلها التضامن، اللي كتجينا كما كنقولوا المحنه بهذا الاسلوب، راه كنعبروا على العائله اللي كنعيشوها وكنضامنوا فيما بعضياتنا. كانت هناك توجيهات سامية لصاحب الجلالة، وإحنا كحزب حركة شعبية، فحزب يؤمن على أن الوطن والمصلحة العامة هي رقم واحد، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يتخلف عن مشاركته في تدبير جائحة كورونا. والمنظمة مادام أنها درع قوي للحزب، لها قانون أساسي يستمد يعني قوته من القانون الأساسي ديال الحزب. الحزب الحركة الشعبية أصدر مجموعة من البلاغات في إطار أولا التزام المغاربة، التزام الحركيين والحركيات، لا على مستوى الهياكل الوطنية، لا على مستوى الهياكل الإقليمية والوطنية، على أن تكون انخراط فعلي في الحد من هذه الجائحة. كانت هناك مشاركات عبر فيديوهات، عبر مناظرات، عبر ندوات، عبر يعني تقنية التناظر المرئي اللي كان لعب فيها الحزب دور كبير، واللي لعب فيها أيضا منظمة النساء الحركيات دور كبير، لا في على مستوى الوسائل الاستشهارية اللي خرجت داك الزافيش اللي كنا كنبيبليوهم على في الريزو سوسيو، على أن كل أقاليم الحزب ولا المنظمة أعطت واحد الأمر توجيهي الى جميع المؤسسات والاجهزه ديالها في الاقاليم ديال المملكه، على انها تنخرط بشكل فعلي مع السلطات، مع جميع الفاعلين المحليين، من اجل ان تكون بصمه الحركه الشعبيه حاضره من اجل الوطن ومن اجل روح الوطن. كما لاحظتوا تابعتوا معنا انتم كاعلاميين، فحتى السيد الامين العام كان دار واحد حوار
واحد كما كنقولوا داك فيديو صغير بالأمازيغية بالعربية من أجل توعية الجميع يعني الفئات، جميع الساكنة، جميع المواطنين. صوت الحركة الشعبية وصل إلى الجبل، وصل إلى الحاضرة، وصل إلى القرية بفضل أولا الحزب ككل وبمنظومته، لا بالنسبة للمكتب السياسي، الأمين العام، رئاسة المجلس الوطني، وكذلك الهياكل الجهوية والأقليمية والمحلية، وكذلك منظمة النساء الحركيات، ولا ننسى أيضا منظمة الشبيبة الحركية. لا منظمة النساء الحركيات، احنا في هذا الإطار، في هذه الموجة ديال جائحة كورونا، كان عندنا واحد البرنامج خاص، برنامج خاص تناولنا فيه أولا التوعية عبر هذه الوسائل الاستشارية، سواء كانت فيديوهات أو كانت زافيش أو كان أي حاجة، وكانت عندنا أيضا مناظرات، مناظرات كانت عندنا دورات تكوينية اللي قصنا فيهم عضوات المجلس الوطني، واللي هما اللي كينقلونا كل ما كيدور إلى الحركيات المناضلات اللي هما كيمثلوهم، بحكم أن الجائحة تتفرض علينا واحد العدد اللي هو قليل 25-20، وبالتالي كان حنا كنختاروا شكون يمثل. احنا بطبيعة الحال في هذه المنظمة، منظمة النساء الحركيات، ولا رئاسة المجلس الوطني ولا رئاسة المنظمة في شخص السيدة الوزيرة اللي اعطت دفعة قوية جدا لهذه المنظمة، واللي كان واحد الانسجام، واحد الفريق عمل تستمد القوة دياله من الحزب، وكذلك من واحد السيدة اللي تنعتبرها هي المؤسسة للمنظمة، السيدة حليمة عسالي، واللي كتمثل واحد مدرسة حركية، واللي دائما احنا في تنسيق تام مع أعضاء المكتب السياسي، مع السيدة حليمة على أساس أنها هي عضو المكتب السياسي مكلفة بالمرأة والمناصفة. إذا أستاذة واش اسمح لي قطعتك، ما كتشوفوش باللي إذا انطلقنا من هذه الإنجازات النسبية على المستوى ديال التراب الوطني، واش ماشي اليوم صباح المرأة خاصها تاخذ مركز ديالها في مراكز القرار؟ صح عندنا أن النساء ديالنا اليوم خاصهم يتشبتوا بمراكز القرار حتى هما. المنظمة كما قلت احنا قصنا تقريبا 1,000 امرأة عبر جميع أقاليم المملكة، فيهم مثلنا الرجال 20% 25% من الحضور الرجالي اللي كان حاضر معنا، ما بقي كله كان نساء. الهدف ديال المنظمة هو التمكين السياسي، هو توعية المرأة بأن لا يمكن لأحد أن يدافع عن قضاياها إلا إذا كانت المرأة نفسها. وبالتالي فجميع الدورات ولا اللقاءات ولا الندوات كانت تخصص إلى المناصفة. إلى جينا نديروا واحد يعني إحصاء الدورات التكوينية ولا الندوات اللي درناها، كانت تتحدث تقريبا 50% كلها احنا درنا أسبوع المناصفة، شاركنا في التمثيلية ديال المنظمات الموازية مع وزير الداخلية في إطار ترافع عن المناصفة. ملي كنقول المناصفة كنقول المرأة في مراكز القرار. ولكن أستاذ هذا الشعار ديال المناصفة راه من قديم هو كيترفع، واش ما كتشوفوش باللي المرأة اليوم كنشوفوها غير وزيرة منتدبة، ما كنشوفوهاش وزيرة؟ اليوم فعلا المغرب تيحتل واحد المرتبة، يعني مع الدستور المتقدم ديالنا اللي هو أفضل الدساتير على مستوى شمال إفريقيا ولا على مستوى العالم العربي. اللي كنشوفوه هو هاد الصعوبة، ربما أنا من نفسي كنقول على أن 50 سنة المرأة تصوت ولا تترشح، راه صعيب باش أنك غادي تجي اليوم وغادي في البلاصة غادي تغير واحد المنظومة ثقافية عاشتها المرأة، ماشي غير الحركية وإنما المرأة المغربية ككل. 93 دخلنا المحطة اللي كانت فيها دخول مرأتين لمجلس النواب، وبالتالي كان واحد الإشكال ديال أن المرأة ربما على أنها ما كانش عندها الهاجس، على لأن ما كانش هاد الوسائل ديال يعني استشهار ديال باش تعرف، كانوا الناس ما عارفينش حتى أن المرأة كانت في البرلمان. احنا كحزب حركة شعبية اللي أول حزب في تاريخ المغرب اللي قدم مرأة ترشح للبرلمان في 58 أو انتخابات اللي جات من بعد 58، وبالتالي فحزبنا يؤمن بضرورة تواجد المرأة في مراكز القرار في الهياكل الحزب ديالو. اليوم الرهان ديالنا جات الكوطة، عطاتنا واحد هاد الكوطة كلها راه كان فيها الرهان
على صاحب الجلالة هو اللي يعني حاول أننا وجه الأحزاب لضرورة إشراك المرأة في تسيير الشأن المحلي. كانت عندنا تقريبا واحد المشاركة ديال 12% في 2009 بفضل الكوطة، هذا في الجماعات المحلية. الانتخابات الأخيرة كانت عندنا 37 وصلنا للمجالس الجهوية 37%، لكن ملي كنجيو للجماعات الترابية كنلقاو واحد ما وصلناش حتى 25% 21% كنجي للمجالس ديال الأقاليم كنلقى 4%، هذا مخجل جدا. كنجي للبرلمان كمؤسسة تشرع للمغاربة ككل بما فيهم الشباب النساء، وكنشوف على أن النساء يمثلون 53% تقريبا من الساكنة، وبالتالي هذا طبيعي على أننا اليوم لابد أن تكون المرأة ممثلة بشكل كبير. نقول نحن نريد المناصفة في النتائج. لماذا المناصفة في النتائج؟ لأن منين مشينا لمجلس المستشارين واللي عندنا فيه 120 عضو وكنلقاو التمثيلية ديال النساء ما وصلش ل20 ديال النساء، وهذو كلهم ما جاوش من داك النظام الاقتراع اللائحي اللي راجل مرأة راجل مرأة، جاوا من ليسان ديك يعني من النقابات، دخلوا لنا 8 النساء من النقابات. دونك حنا لحد الآن مازال ما عندناش نظام اقتراع اللي هو غادي يعطيني المناصفة إلا ما كانش هناك عزيمة ديال الدولة على أنها ينبغي أن تجد الوسائل والآليات لتنزيل وتفعيل المناصفة فوق هذه الاستحقاقات المقبلة، وما ذلك بعزيز على وطننا، على يعني حكومة تؤمن بأن المرأة لابد هي شريك قبل أن تكون يعني لها دور في البيت، بل هي شريك في بناء مجتمع، في بناء بيت، في بناء يعني منظومة مغربية ككل. هي اللي اعطتنا الكثير، وبالتالي اللي اعطتني رجال اللي شفناهم اليوم في الوزارات فهي قادة أنها تكون هي في الوزارة. أستاذ نهاد كنشكرك بزاف حيت فتحتي لنا. مرحبا. نخليكم مع كلمة أخيرة. مرحبا. آخر كلمة لي في هذا اللقاء أرفع التهاني لصاحب الجلالة الملك الشاب واللي أعطى لهذه البلاد، واللي بفضل السياسة الرشيدة كنا وصلنا لواحد دبلوماسية أعطت نتائج طيبة، واللي كان اعتراف ديال الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كامل ترابه، هذا إنجاز كبير في ظل الملك محمد السادس. فكان هنيونا أنفسنا إحنا كمغاربة بهذا الإنجاز. ثاني حاجة اللي يمكن لنقول على أن المرأة طريق لازال شق ولازال طويل، وأدعو الشابات والشباب للانخراط فعلي في العمل السياسي إلى الوضع اليد في اليد، عوض أن نعتمد على ضرب بعضنا البعض، لأن السياسة ستتطلب الصبر، ستتطلب النفس الطويل، لأن إذا لم تكن هناك سياسة لم نشرك في السياسة كنساء فإننا أبدا لن نستطيع أن نحقق جميع الحقوق التي جاء بها دستور 2011. وكنتمنى في هذه المرحلة المقبلة ديال انتخابات 2021 على أن يكون هناك مناصفة فعلية في النتائج، يكون عندنا قانون انتخابي اللي كينصف المرأة المغربية، لأننا كنشوف ما كاينش شي مرأة في المغرب في العالم كتقدم تضحية كبيرة لبلادها قد المرأة المغربية. فهي عطات وعطات، ربت أجيال، خرجت المقاومة، عطات الكثير. اليوم ما كتنتظر حتى شي حاجة، كتنتظر أنها تكون شريك في المجالس المنتخبة الترابية والوطنية. هذا هو اللي يمكن يقول. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.